اهلا بكم اعزائي من جديد، وطبعا نستضيف اليوم نتشرف باستضافه سعاده النائب خالد الفناطسة عضو لجنه العمل في مجلس النواب للحديث حول جمله من القضايا خاصه المطالب العماليه وقانون الضمان الاجتماعي المؤقت. سعاده النائب خالد صباح الخير. صباح الخير. الله اهلا حبيب. وسهلا. اهلا فيك. الله يحييك. بداية نحكي عن نقطة اللي حصل بالفترة الأخيرة عن ظهور النقابات المستقلة وانشقاقها عن النقابات. هل برأيك النقابات عم تخذل منتسبيها بشكل عام؟ يا سيدتي، بداية بشكر قناة رؤية على هذه الاستضافة الكريمة، واسمحي لي اليوم بمناسبة عيد العمال أن أتقدم إلى كافة عمال الوطن بأجمل التهاني والتبركات، وأقول لهم هذا الجباه الصمر والسواعد الفتية التي بنت هذا الأردن الحديث، كل عام وأنتم بألف ألف خير وقائد الوطن بخير إن شاء الله. أما بالنسبة لسؤالك، حقيقة النقابات العمالية كما تعرفين أن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن تأسس من عام 1950، وبالتالي ساهم في حقيقة في بناء هذا الوطن من خلال النقابات العمالية. النقابات المستقلة أو ما يسمى بالنقابات المستقلة، هذه النقابات لجأت إلى هم مجموعة من الزملاء الذين رسبوا في الانتخابات، وللأسف الشديد عندنا في الأردن يعني ننادي بالديمقراطية ولكن نحن نبتعد عن الديمقراطية. عندما يرسب فئة من الزملاء في الانتخابات يعودون إلى تشكيل مجموعات أو لجان أو نقابات، بالأخير سموها نقابات مستقلة. ويوم أمس أعلنوا عن اتحاد عام لنقابات المستقلة في على باب مجلس النواب، تجمع بعض العشرات من العمال. لكن حقيقة النقابات المستقلة هي غير قانونية قطعيا، وتم مخاطبة وزارة العمل بذلك، وقاموا برفع دعوى في محكمة العدل العليا وهي أعلى سلطة قضائية، ونحن نحتكم جميعا إلى القضاء. فللأسف محكمة العدل العليا ردت هذه القضية، وبالتالي يصبحوا غير قانونيين، ونحن دولة قانون ودولة مؤسسات. هناك حقيقة بعض الخلل في النقابات العمالية ولا ننكر ذلك، بعض النقابات ضعيفة من حيث التمثيل ومن حيث الهيئات العامة ومن حيث الإنجاز، ولكن لا يعالج الخطأ أنا في وجهة نظري بخطأ آخر في تفتيت الحركة العمالية. نعم. فيجب أن يكون هناك قانون ينظم العمل النقابي، أن يقدم من الحكومة، وحكومة البخيت وعدت بذلك أثناء مناقشات الثقة، إلا أنه للأسف الشديد لم يقدم هذا القانون لتنظيم العمل النقابي. نعم. وأن نقوي النقابات العمالية ونفتح باب الانتساب لعمال الوطن في هذه النقابات، ومن ثم نفتح باب أرض أيضا استحداث نقابات أخرى للمهن التي لا تمثل في نقابات. النقابات العمالية حسب قانون العمل وتصنيف التصنيف المهني في قانون العمل هي 17 نقابة فقط، وبالتالي نقابات أصحاب العمل تتضاعف أكثر من النقابات العمالية. فيجب لأنه انشقاق يعني النقابات وابتعادها عن النقابات الأصلية، ألا يدل أنه في خلل معين في استياء من قبل العمال من قيام النقابة بدورها كما الأصلي؟ ذكرت لك هذا الاستياء وهذا الانفصال فقط هو سببه يعني طلابين المكاسب إن صح التعبير، وسببه فقط هو أن بعض الزملاء الذين نحترمهم ونجلهم رسبوا في الانتخابات. ومن أعلن عن النقابات المستقلة هي النقابات الفاعلة، مثل نقابة المناجم والتعدين، ومثل نقابة الكهرباء، ومثل نقابة البناء، ومثل نقابة البترول والكيماويات. هذه أصلا هي النقابات العمود الفقري في الاتحاد العام، وهي قدمت مئات الملايين خلال الدورة الماضية لعمالها من إنجازات. أنا كنت أتمنى أن يكون هناك نقابات مستقلة حقيقية للنقابات الضعيفة، لكن للأسف الشديد التنافس في النقابات القوية، وأنا لو كانت ضمن القانون أنا مع التنافس، لأنه التنافس يؤدي إلى في النهاية إلى الإيجابية لصالح الوطن وعمال الوطن. لكن عندما نقول أن أعلى سلطة قضائية رفضت هذه النقابات وردت قضيتهم، يجب أن يحترموا القضاء وأن يعودوا وأن لا يغرروا في العمال ويعودوا، وأن يصلوا إلى النقابات من خلال صناديق الاقتراع، وهذا حق لهم مشروع، وأن إذا كان لديهم برامج أو لديهم رؤية، ونحن في قناة رؤية، أن يحققوا
أهدافهم للحركة العمالية من خلال هذه النقابات. صحيح. ولا يجوز تفتيت الحركة النقابية ولا احنا ولا انا أمثلة. انا كنت أمين عام مساعد للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ولنا أمثلة في لبنان والمغرب. في المملكة المغربية وفي الجمهورية اللبنانية هناك نقابات في تعددية نقابية بما سموها بالحريات النقابية. فهذه الحريات حقيقة فتتت الحركة العمالية وأصبحت تصوري انه مؤسسة فيها نقابتين أو ثلاثة. فهنا يعني بيحتار صاحب العمل يتعامل مع مين، وقد يستضعف يستقطب هذه النقابة ضد هذه النقابة، بتشتت نوعا ما. نعم. فأنا مع وحدة العمل النقابي، وإذا كان هناك أخطاء، مش إذا كان هناك أخطاء وهناك قصور يجب أن نعترف في النقابات العمالية، لكن معالجتها ليس بتفريخ نقابات أخرى بل بوحدتنا. سعادة النائب، نعم، زادت عدد المطالب الاحتجاجية مؤخرا عن 4000 احتجاج، من وقفة إلى اعتصام إلى إضراب أو مسيرة، والكثير منها فعلا يعني كان عماليا ومطلبيا. هل برأيك هذه الطريقة تكون المطالب العمالية محقة أم هي نوع من أنواع الضغط على الحكومة؟ يا سيدي، حقيقة للأسف الشديد أنه أولا الاعتصامات والإضرابات حددها قانون العمل حسب المادة 134 و135 من قانون العمل الأردني. نعم. إلا أنه في الآونة الأخيرة مع إقرار مجلس النواب قانون الاجتماعات العامة والمطالبة بالحرية والتظاهر، استغل هذا الجو الديمقراطي في الأردن وهذه الأريحية من الحكومة وبما يسمى بالأمن الناعم، استغل من البعض للأسف في عمل اعتصامات وإضرابات هي بعيدة كل البعد عن خلينا نقول المطالب أو المطلبية للعمال. ما برأيك السبب يا سيادة النائب؟ السبب قلت لك، يعني أنا أتمنى أن لا تكون فوضى خلاقة، وأتمنى أن تكون فعلا أنا مع الإضراب الحقيقي الذي يلبي مطالب العمال، لكن هناك بعض الإضرابات هي إضرابات محقة وكان عمالها مضطهدين، وفي بعض الشركات والمؤسسات حقيقة ظلموا هؤلاء العمال من خلال فترة، فوجدوا أنه هذه فرصة متاحة لنزع حقوقهم بالإضرابات والاعتصامات. أنا مع بعض الإضرابات وضد بعض الإضرابات، لأنه لكن مع ضد الأغلبية، لأنه صدقا احنا بنمر في ظروف صعبة جدا، ويجب أن نحافظ على هذا الوطن وعلى أمنه واستقراره، وأن لا نكون انتهازيين ونستغل الظروف للوصول إلى ما كسبنا بالطريقة التي حقيقة احنا يعني وضعنا الاقتصادي كثير سيء ووضعنا المالي كثير سيء، وأنا من خلال الموازنة العامة هي موازنة عام 2012 موازنة تقشفية، والظروف المادية في البنك المركزي ووزارة المالية كثير غير مريحة، وفاتورة النفط يعني عالية جدا، وبالتالي لما نعطل عجلة الإنتاج سينعكس سلبي أيضا يعني للأسف، وهذا بعود فينا إلى الوراء، ما بيقدمنا خطوة للأمام. يعني أنت ترى أن معظم الاحتجاجات اللي العمالية اللي كانت حوالينا غير مشروعة، نقول مطالبهم غير مشروعة. نعم، لا لا لا، أغلبها غير مشروعة، لكن هناك بعضها مشروع وأصحاب حق، وأنا معهم في أصحاب الحق في إحقاق حقهم، ولكن هناك طرق للحوار بسموه الحوار، لابد من أن الجلوس بدل التعطيل عملية إنتاج أن نجلس على طاولة الحوار وأن نصل حقيقة إلى ما هو أفضل للعامل والمصنع، يعني عين على الشركة أو مؤسسة وعين على العامل، ويجب أن يكون هناك توازن في العملية الإنتاجية. صاحب العمل يجب أن يعطي العامل حقه، وخاصة في مناسبة عيد هذا العمال أدعو كل أصحاب العمل أن لا ينتقصوا من حقوق العمال وأن يكرموا عمالهم، وأن يكون لهم حقيقة دائما وأبدا طريق للحوار وشعرة معاوية أن تكون موجودة، لكن الإضراب والاعتصام يسبب احتقان لدى الإدارة ولدى العاملين على المؤسسة، وبالتالي يعود سلبيا على الوطن وعلى الإنتاجية وعلى اقتصاد الوطن. تأمين الشركات وإعادتها لحضانة الدولة كنقيب سابق وكعضو في لجنة العمل، كيف تراها؟ يا سيدتي، أنا نقيب وما زلت نقيبا للمناجم والتعديل. عفوا. نعم. ولا يهمك. نعم. شايفة؟ وكعضو على لجنة عمل، التأمين مش جيد جدا، ممتاز، لكن هل هناك في فلوس في الدولة لتؤمم هذه الشركات؟ للأسف الشركات التي بيعت أو كافة الشركات من اتصالات، من اسمنت، من بوتاس، من فوسفات، من كافة الشركات التي بيعت مستثمرين وشركاء استراتيجيين، حقيقة لا تستطيع الآن الدولة أن تؤمم هذه الشركات، لأنه عندما بيعت بأسعار إن صح التعبير قليلة جدا، والآن أسهم هذه الشركات ارتفع، على سبيل المثال سهم البوتاس ب44 دينار، عندما بيع
بيعت كانت بسبع دنانير. فشوف القفز النوعية، فهذه بدها مليارات، تأميم الشركات بدها مليارات. من يطالب في تأميم هذه الشركات يا ريت يوفر المليارات بعدين لا بأس بالتأميم، واحنا مع التأميم الذي يعني تعود هذه الشركات لحضن الوطن وتبقى شركات وطنية رائدة في يعني يعود فائدتها وأرباحها تعود على موازنة الدولة التي تعاني حقيقة من عجز ومن مديونية كبيرة جدا. سعادة النائب، أنت من الأشخاص في مجلس النواب الذين اتهمتم شخصيا بالتقصير، بالرغم من أنكم تدخلتم شخصيا في حل العديد من القضايا ومن هذه الفعاليات، بالإضافة لزملائك في المجلس. ما رأيك بهذه التهم، وهل هناك فعلا تقصير؟ يا سيدي، أنا في الدورة الأولى كنت رئيسا للجنة العمل وليس عضوا. خلال العام الماضي، يعني أنت كما تعلم مجلس النواب أربع دورات عادية يسموه، فأنا كنت السنة الأولى رئيسا للجنة العمل والتنمية الاجتماعية. وخلال عام 2011 بدون مبالغة حليت أكثر من 30 إضراب، و30 إضراب حققت في خلال هذا الحل 30. كما قلت لك، أنا مع الإضراب، لا أريد أقول أنه قانوني، أنا في وجهة نظري الإضراب القانوني هو من ينجح الإضراب، لأنه الآن إذا بدك نستنى المواد ونعود للقانون بصراحة يعني العمال بملوا، بدهم العمال على السريع زي كل شيء. أنا خلال ترأسي للجنة العمل حليت عشرات الإضرابات وبطرق ودية وحوارية، وتجنبت الوطن خسائر كبيرة جدا وحققت مكاسب كبيرة جدا للعمال. الإضرابات اللي كنت مقتنع فيها. نعم المقتنع فيها، لكن لا يجوز إحنا يعني ناصر أخاك ظالما أو مظلوما. يعني الوطن بحاجة إلى من يكون لديه الجرأة في قول الحق. لا يجوز أن أنا إذا صح ولا غلط بس مشان أكسب شعبية. أنا ليس من طلابين الشعبية مشان أكسب. كثير من زملاء النواب وغير النواب والسياسيين بيستغلوا ظروف الإضرابات وبروحوا نظروا بخطبوا هالخطب الرناني، لكن هل من فائدة من وراء هذه الخطب؟ لا شيء، إلا أنه والله فلان جانا وفلان زلمي وفلان مش زلمي. أنا الحمد لله أنا قابي منذ ربع قرن، وتبوأت أعلى منصب عمالي في الوطن العربي. أنا كنت أمين عام مساعد اتحاد دولي دبلوماسي أعمل بدمشق، ومثلت الأردن خير تمثيل، وأنا ما زلت رئيسا للنقابة بثلاث دورات منتخب وليس معين كما يدعي البعض، وتشرفت بأن أكون ممثل لمحافظة معان وأن أجيب الأول بالأصوات. وهذه يعني السلسلة أو الحلقات من العمل العام عبر الانتخابات أكبر دليل على أني أنا رجل منتج ورجل بعطي هذا الوطن، لكن الكمال لله عز وجل، قد أصيب وقد أخطئ، لكن أنا راضي كل الرضا عن أدائي في اتجاه العمال واتجاه الوطن، سواء بالعمل النقابي أو بالعمل النيابي. هل ترى تقصير من أعضاء آخرين؟ نعم هناك تقصير من أعضاء آخرين. طيب ننتقل لقانون الضمان الاجتماعي المؤقت. هذا القانون شهد معارضة واسعة من مختلف التيارات العمالية والنقابية، وكثير من التيارات الخاصة ما رضيت عنه مع رفع سن التقاعد المبكر وزيادة عدد الاشتراكات الفعلية. بدنا ناخذ رأيك حول هذا الموضوع. يا سيدتي، هذا القانون حقيقة قانون جائر جدا وظالم للحركة لكافة منتسبين الضمان الاجتماعي، لأنه الآن الضمان الاجتماعي ليس فقط للعمال، الآن الضمان الاجتماعي للمؤسسات الحكومية والوزارات والجيش والأمن العام أصبحوا الآن منتسبين للضمان الاجتماعي. وبالتالي حقيقة جاء هذا القانون بوصفة نقد دولي من صندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية، وكان مدير عام الضمان السابق للأسف يعني جاء وكأنه يعني قارن الأردن، يعني حول قانون الضمان الاجتماعي من قانون يكفل العيش الكريم في التقاعد إلى قانون معوني وطنية في المستقبل، اللي هو الدكتور عمر الرزاز. نعم الدكتور عمر الرزاز، ولا أحرج يوم أمس اعترضت عليه شيء، أنا عضو مجلس إدارة الضمان الاجتماعي. وما زلت عضو مجلس إدارة في الضمان الاجتماعي. فهذا الرجل حقيقة كان ظالما ويعني للمنتفعين في من قانون الضمان الاجتماعي، ومواد وفقرات قانون الضمان كل مادة وكل فقرة فيها ضرر على للأسف على المنتسبين. وانتقص من الحقوق المكتسبة، ولا يوجد قانون يطبق في العالم بأثر رجعي إلا في قانون ضمان اجتماعي الذي فرضه عمر واستغل حل مجلس النواب من خلال حكومة سمير الرفاعي. وهذا حقيقة لو في دولة بتحاسب لحاسبة هذا الشخص على قانون أصدر قانونين مؤقتين في حكومة سمير الرفاعي في الضمان الاجتماعي. التقاعد المبكر تم
ترفعه إلى 50 سنة ونحن مع هذا الرفع، لكن تم إلغاءه على الأجيال القادمة. أنت بدك تقعد على هذا الكرسي هذا الآن عمرك 25 سنة، بدك تصير لما عمرك 60، 35 سنة بدك تقعد لما تلحق التقاعد، ولما تطلع الشيخوخة راح يكون راتبك أقل ب40 نسبة الضرر من 20 إلى 42%، يعني أنت اللي زيك راح يلحقوا 40% أقل راتبه، بدال ما تطلع ب600 دينار راح تطلع ب300 دينار بعد 35 سنة خدمة. العامل في المناجم والتعدين اللي أنا أمثله، إحنا قطاع حديد وصلب أفران صهر وفوسفات وبوتاس، هذا العامل بده دخل عمره 20 سنة بده يشتغل 40 سنة ولا وراء أفران الصهر حتى يخرج، وعندما يتقاعد للأسف بدال ما نكافئ ونزيد تقاعده اللي أمن شيخوخته بنتقصه من راتبه. وبالتالي هناك مواد بدها حلقة كاملة وساعات طويلة إني أشرح لك ما مدى الضرر الذي وقع على المنتسبين وعلى عمال الوطن من قانون الضمان الاجتماعي. لكن ساعتنا في ذلك الوقت هل وافقت على هذا القانون؟ نعم لم أوافق، أنا كنت عضوا وجاء القانون قبل أن أدخل مجلس إدارة الضمان، وأنا مجلس إدارة الضمان دخلت منتخبا وليس معينا، وأنا أمثل الحركة العمالية، وكان القانون معد وجاهز وأقر وأنا عضو، ولم يقر أوقع على هذا القانون ورفضته. وفي الاتحاد العام، في أنا عضو مجلس تنفيذي في الاتحاد العام، أنا الرئيس النقابة الوحيد الذي كتبت أرفض هذا القانون، وليس تحفظ في تحفظ الوحيد، وهناك بعض الزملاء تحفظوا على هذا القانون لأنصفهم 2 من أيضا آخرين، والباقي للأسف وافق على هذا القانون. وهنا يعني يأتي ضعف الحركة العمالية، لو كانت الحركة العمالية حقيقة والنقابات العمالية بمستوى المطلوب بالمستوى المطلوب والمأمول منها لرفضت هذا القانون، ولعملنا بوقتها ثورة عمالية ونسفنا القانون من جذوره، لكن للأسف ما طلنا، قد يكون يعني بضغوطات حكومية وبترغيب وترهيب من بعض الجهات الرسمية ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وخاصة فمشى هذا القانون وطبق للأسف. وهل يعقل قانون كقانون الضمان الاجتماعي أن يبقى سنتان ونحن داخل بالثالثة قانون مؤقت؟ لا يجوز بأي حال من الأحوال. والآن القانون منظور أمام لجنة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، ويقومون على تعديل بعض مواده، ولكن أنا منها عبر شاشتكم بقول أنه لن ينجحوا، وسيبقى القانون أعرج وسيبقى ظالم وجائر رغم التعديلات التي عليه. أنا من طالب في رد هذا القانون، ومن عمل اعتصاما على باب مجلس النواب لرد هذا القانون، ونظمنا أيضا اعتصام آخر على باب مؤسسة الضمان الاجتماعي لرد هذا القانون، وأنا لو وقعت على هذا القانون سأدافع عنه بكل قوة، لكنني مقتنع تماما بأن هذا القانون مس. يوم أمس تحفظت على قرار يخص عمر الرزاز فقط من أجل قانون الضمان الاجتماعي، فكيف لي أن أوقع على قانون يظلم عمال يعني أنا أمثلهم وأتحمل أمانة المسؤولية؟ بدي أنتقل لجانب آخر مختلف، الوضع النيابي بشكل عام. الآن في امتعاض بالشارع العام على قرارات مجلس النواب بشكل عام واللجان النيابية للتحقيق، كيف ترى الأجواء؟ يا سيدتي، هذا مجلس النواب السادس عشر ظلم كثيرا، زي ظلم قانون الضمان الاجتماعي. ظلم كثيرا لأنه جاء في ظروف بصراحة بما يسمى بالربيع العربي، جاء في ظروف استثنائية جدا. ومن أول أسبوعين، أول 14 يوم لمجلس النواب، هناك كان اعتصام على باب مجلس النواب، وأنا رحت ساهمت فيه وطالبوا في إسقاط مجلس النواب. ما شاء الله عليك نشيط. قبل يعني أن نشكل لجان التحقق، وقبل أن حتى نفتح ملفات الفساد، وقبل إصدار القوانين، وقبل إلى آخره. مجلس النواب. نعم. أنت غير راضي سعادة النائب على مجلس النواب؟ لا أنا راضي، أكون صريح معك. نعم. أداء مجلس النواب جيد، لكن هناك بعض الثغرات وهناك بعض الهفوات الذي هفى فيها مجلس النواب لا ننكرها أبدا، لكن لماذا لا ننظر للإنجاز؟ هذا مجلس النواب السادس عشر هو من عدل الدستور الأردني، هو من فتح الدستور وعدله 42 مادة. عندما نقول أن قمنا بتعديل 42 مادة، ثلث الدستور، أنا أعتقد أنه هذا إنجاز تاريخي يسجل للمجلس السادس عشر. هذا المجلس هو من أقر القوانين الإصلاحية التي يطالب بها الشارع العام، وطالب فيها الحراك الشعبي السلمي الذي نحترم كل حراك شعبي سلمي هدفه المصلحة العامة ومصلحة الوطن. ونحن ليس مع الحراك الذي يخرج عن الإطار الحقيقي للإصلاح،
هناك يعني حراكين زي الإضرابات، قلت لك إضرابات مشروع أو إضرابات، وهناك حراكين، حراك مشروع وأنا معه، ولولا هذا الحراك ما ضغط ولا وقفت الحكومة عن رفع الأسعار ولا عملنا قوانين إصلاحية، هذا حراك يحترم. لكن هناك حراكات أيضا تتجاوز الخطوط الحمراء وتسيء للقيادة ولا رأس الدولة، ولا هذا ليس أنا معها قطعيا. فهذا المجلس عاد قوانين ابتداء من قانون الحريات العامة أو الاجتماعات العامة، إلى قانون نقابة المعلمين، إلى قانون الهيئة المستقلة للانتخابات، والآن لدينا ثلاث قوانين إصلاحية. هذه من أهم القوانين اللي أنا بحكي لك إياها. لكن إحنا مجلس هذا المجلس نحن سنناقش الثقة بالحكومة الرابعة في خلال سنة وأربع أشهر. عمر مجلس النواب سنة وخمس أشهر باليوم. يعني أنا وإنت اليوم 1/5، إحنا بواحد 12/2010 افتتح جلالة الملك الدورة العادية الأولى، وبالتالي عمرنا اليوم بالضبط باليوم سنة وخمس شهور. في السنة وخمس شهور عاصرنا أربع حكومات، ناقشنا أربع بيانات وزارية، ناقشنا خمس موازنات للدولة، وبالتالي بالإضافة للقوانين الإصلاحية. هذا المجلس أنجز إنجازات كبيرة جدا. لجان التحقيق فتح، ويكفي أننا وأوقفنا النزيف في في فيما يسمى بالفساد في الأردن. سعادتك نعم أولاها الانتراضي عن عمل لجان التحقيق النيابية. نعم لجان التحقيق النيابية. لجان التحقيق النيابية بعضها أنا راضي عنه وبعضها أنا غير راضي عنه. البعض للأسف تم تسييسه، وتم كانت بعض اللجان تبحث عن الإعلام وعن البطولات وأن يسجل أنه بطل، وأنه أنه بصراحة ليس لا يجوز اسمها لجنة التحقق، لا يجوز أن تنشر في الإعلام أي شيء إلا عندما تثبت التهمة. نحن أبناء عشائر في هذا الوطن، ولا يجوز الاتهام جزافا وأن نبني تقاريرنا على افتراضات أو على مزاجيات. فللأسف المزاجية والافتراضية دخلت في لجان التحقق النيابية، أدت إلى استقالتك من لجنة التحقق والفساد. نعم أنا بصفتي يعني هناك كان تضارب مصالح، أنا مستشار عمالي في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وعندما تم تعييني وليس أطلب أنا، تم تعييني من قبل المكتب الدائم، بادرت خلال أسبوعين من تشكيل، حضرت فقط اجتماعين تحقيق، ووجدت من أول اجتماعين أن هناك مزاجية وافتراضية وتسييس معين لهذا الملف. وأنا في نظري أمنية اللي بأربعة مليون أعطوها ترخيص وبعوها بأربعمائة مليون أخطر بكثير من شركة الفوسفات. شركة الفوسفات حققت أرباح مليار دينار خلال خمس سنوات الخصخصة، منها 652 مليون دولار جاءت لخزينة الدولة. لكن للأسف الشارع الأردني مع المعارض، مع الذي يتحدث ضد، بيقول إذا أنا الآن حكيت عليك كلمين الشعب الأردني كله بيأيدني، لكن إذا قلت لك والله أنت لقائك طيب وأسلوبك حلو، هذا أنا مش يهاجم. فللأسف أهاجم. سعادة النائب خالد الفناط عضو لجنة العمل في مجلس النواب والعديد من الألقاب، حفظ الألقاب، كل الشكر لك وشرفتنا. حياك الله يا أهلا.